السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ عساكم بخير، وياكم عبد الله حجازي بيوم جديد من تربو تيوب. قبل بداية المقطع اتمنى من كل اللي يتفرج يدوس لايك على الفيديو وبعدين يكمل. اريد اوضح شغلة، طبعا اكو ناس تكتب لي بالتعليقات انت ليش مسمي هاي السلسلة تربو تيوب، او شنو مثلا الفكرة، ممكن يكونون متابعين جدد او ممكن يكونون ما شافوا الفيديو الاول اللي سويته بهاي السلسلة. اجت انزل فيديوهات، مثلا فيديو واحد يحكي عن موضوع واحد بس بتربو تيوب الموضوع متنوع، مو بس مثلا مختص بالسيارات، مختص بحياتي اليومية همين. فلذلك حبيت أسميه يوميات تربو تيوب، على أساس أنه يوميات وتربو تيوب مع بعض تسوي يومياتي زائد شغلي بالسيارات. حبيت أوضح هذا الشيء ببساطة لأن شفت أكثر من تعليق سألوا عن هذا الموضوع. طبعا اليوم أدي تصليحات، هاي السيارة اشتريتها، خل أشوفكم إياها وأحكي لكم قصتها بنفس الوقت. هاي السيارة 2007 مازدا، هاي السيارة ماشية 129,000 ميل. اشتريتها من زوج وحدة متوفية، يعني المرأة توها ماتت والرجال قاعد يبيع بأملاكها. طبعا عندي صديق أبو عابد، تعرفوا يطلعوا وياي بالفلوقات، يخاف من هاي السوالف المتوفين وهاي، فبوقتها ما قبل يسوق السيارة ولا يصعد بيها. كل ما احكي اقول له يا زلمي هاي مرة متوفية، يقول لي يا زلمي، قلت له قابل شنو هسه انت راح تموت وراها؟ خليني اشوفكم السيارة من الداخل. السيارة يعني نقدر نقول نظيفة، مع البادي مالتها كلش حلو، كان بيها بس منها نطخة، حاولنا نعدلها على البارد شلون ما كان. هاي طبعا العلامة كان مكتوب عليها فور سيل، هو الرجال حط العلامه، بس انا يعني ما طلعتها من السياره بعدني. اشتريتها للسياره، الحلو بيها انه هي بيها ارقام ساريه، زائد واحده من الشغلات المهمه انه هو صاحب السياره الاصلي اللي اشتراها بال2006. يعني هسه ادي الاوراق مال السياره، عليها تواريخ ومشتري. طبعا ما اقدر اطلع الاوراق لان بها معلومات الشخصيه، هاي اوراق السياره، السياره عند الرجال من 2006. طبعا اكو ناس ممكن تقول شنو السياره موديل 2007، شنو الرجال مشتريها من 2006. هنا بامريكا الموديلات الجديده تنزل من بدايه شهر 7 وشهر 8، يعني هسه احنا مثلا بشهر 6، خلينا نقول شهر الجار راح تبدا تنزل موديلات سنه 2020. هذا هو السبب. هسه راح اخذ هاي السياره، الفيتر يراد لها تصليح، يراد ابدل بيها الثرموستات، الثرموستات مشغل لي تشيك انجن، زائد ابدل بيها الدبلات. راح نحاول نكبسن او نصلحها للدبلات حتى الصوت يروح، ما صارت لازم نبدل لها الدبلات. فخليكم وياي. الناس الصبح تحب تسمع فيروز، تحب تشرب فنجان قهوه، تحب يعني تسوي فد شيء عدل مزاجها. انا اللي عدل مزاجي مو كل هالاشياء، خل اشوفكم شنو اللي عدل مزاجي. وصلت هسه للفيتر. السيارة هاي رادلها اكثر من شغلة، رادلها نشوف الدبلات، يراد نبدل الثرموستات مال الحرارة، يراد التكييف مالتها يفصل، وهم ان يرادلها الاذان مال المحرك تتبدل. الاذان اللي هو الانجن ماوت، قواعد الماكينة لازم تتبدل. هي دائما المازدا، اعطيكم معلومة عليها، المازدا نفس محركات الفورد، يعني فورد ومازدا نفس المحرك. فاذا تذكرون كنت مطلع سيارة بفلوك سابق، همين بها مشكلة بالانجن ماونت اللي تصير فوق هنا، تخلي السيارة تشترجف ترجف، يعني رجة تصير كلش قوية، تتبدل والسيارة تتعدل. الله، تتبدل والسيارة تتعدلك، شنو هذه؟ بس هاي السيارة رفعناها جقر ان نتأكد انه فعلا هو الاذن مع المحرك او القاعدة خربانة، فرفعنا المحرك عجق وشغلنا السيارة، صارت كلش ناعمة وراحت الرجفة الصوت اللي بيها. فالقطعة هاي خربانة ولازم تتبدل، هاي قطعة من ضمن القطعة اللي تلزم المحرك والثبتة. شي يصير بيها مشكلة، هذا مالتها الربر يخرب يتلف ويا الوقت، فالمحرك يظل هيك يسوي يرجف. حكينا استاذ ضياء شبيها هاي القاعدة مال المحرك؟ قاعدة قايمة متفلشة، هاي متفلشة، هاي سبب عندك رجة انت بالمحرك، طالعة مقلوعة من مكان، يعني طالعة هي. هسه يجيبون القطعة الجديدة ونشوفهم شنو الفرق. اي راح وانت تقول لي لا ما بيها شي السيارة، حتى ما خسرك الله عليك. سايب عليك فلوس الله عليك. يلا ايش بقى بعد الثرموستات بقى؟ والله خلينا نشوف هسه، يعني الماطور هذا اذا شغلنا المحرك هسه عادي بيشتغل، واذا شلت الجوك يوقع بس ماكو قواعد ثانيه، شلون يوقع؟ ماكو، الله وكيلك، قاعده واحده صغيره وقاعده واحده عقير، هي عليها ثلاث قواعد،
هاي هاي والعجل الرئيسيات. يعني هسه احنا روحنا بهذا الجك الصغير. روحنا بهذا الجك الصغير هسه لو كان هاي توقع هذا بالله من الشيطان الرجيم. اكو واحد هسه والله العظيم اذا اجى وضرب السيارة عين لا يوقع الجك بشرفك. صارت لو ما صارت؟ صارت. اذا اجى هيك على السيارة قال بيش جبتها راسا الجك هسه يوقع والمحرقة عوف راسا السيارة، اقول لهم شمروها بالتفصيل. من هذا مو قدامه كسر الباك لايت. اجى على السيارة قال لك ها شنو هاي؟ شوفوا ذيك السودا مالتي. قال هاي بيش اشتريتها؟ خطيه الرجال ده يبدل الباك لايت بس هذا من تفلش بيده. اي والله عمي ضربه بلوك. دالوليله دالوليله دايتش بس اسوي الباك لايت تسوقك صدق كذب استغربت انا. مو بس لها والخربطه مال السياره اي يجوز عينه شقت الصندل. طلع افتر بيها افتر بيها يعني راح ورجع وراح ورجع سيارته شو هذا؟ ماكو بس جد شغل ما يعني شو انت شغلتها؟ دا شوف دا شوف الهال مال ايرباك دا شوف مال ايرباك شو اسوي؟ صغير؟ لا بحط على الجهاز لك كودي الراس العسل يكون اي والله انا بنو خبر لك اللي في 2 مليون تيك توك هسه رح نعوف ضياء هنا يشتغل وراح اروح اجيب سيارتي من الصبغ الثاني. هاي السياره اللي فانت جبناها ما شاء الله الصبغ طالع مضبوط 100% ماتشنج 100% طالع. هذا تشوفون اي نعم شوف هسه مثلا هناك شويه مدمعه بس ما يخالف مو مشكله على السعر يعني بلاش تقريبا سواليه. هاي القطعه هسه الثانيه نبدلها الثرموستات. ايش بيها القطعه القديمه؟ تشيك انجن لايت يعني جوز خربانه؟ خربانه ما تستوي زين. هاي الجديده اريد اشوفهم الفرق مع القطعه اللي قبل شويه جبناها. هاي آه هسه هاي الخربانه المكسوره هاي المفجره متفلش. شوفوا الجديده ما شاء الله ما كانت ثابته. عاشت ايدك حبيبي تدلل. طلع السيارة الدبل مالتها خربان مثلي فطلبنا هسه دبلات ودا يجيبوا لنا اياها. عبالنا نقدر نكبس او نسوي فد شيء بس طلع لازم الدبل يتبدل. السيارة من جوا ما شاء الله حلوة لا بيها زنجار لا بيها شيء حتى يعني ليك ما بيها. هذا ليك؟ لا مو ليك. مو ليك هسه كولنت. كولنت اي ما بيها ليك يعني السيارة. هاي الدبلات جديدة بدلناها دبلات الخلفية والفيتر حالف إلا يقطن اليوم. طبعا رجعت هسه للبيت أول مرة رحت خلصت كم شغلة رحنا تعشينا بعدين رجعت بس على الطريق صارت لي شغلة كلش أزعجتني يعني قلبت لي مودي خصوصا أنه يعني أني هاي السيارة ماخذة حيز كبير من قلبي مو لأن هي سيارة غالية لو اللي هي سيارة مثلا آخر موديل موديل 2019 أو سيارة مثلا قيمتها كلش كبيرة بس لأن يعني أني أحب الموستنج. أنتوا أكيد عرفتوا هذا الشيء. أني من أوائل السيارات اللي اشتريتها أول ما بديت أسوق هي الموستنج وظليت موستنج فذلك أحبها للسيارة. من يصير بها الشيء أحس أنه أني صار بها الشيء. فهسه رح نشيك شنو اللي صار بالسيارة. طلع بيها ضومات تشيك انجن الحمد لله انه انا عندي جهاز حتى نشوف سوى شنو اللي صار بيها. شو تقول شنو مشكلتها للسيارة؟ والله احس ان راس الماكينة ضرب. اعوذ بالله اعوذ بالله. شنو هاي؟ طبعا قبل شوي سويت مقلب باحمد قلت لك هاي 100 دولار انا اشكرك هاي هي ما يدري انه هاي يعني فلوس ورق. اشتريت هاي على اساس اسوي بها مقلب اشتريتها من موقع قلت اسوي بها مقلب بالشارع وكذا بس هو شنو قال لي لا لا ابدا لا 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 ابدا ما اعرف شنو بالاخر اخذها يعني تبدا تجرب المقالب فيها حسبي الله. كان المفروض نصور هسه خلينا نشوف شنو اللي صار بالسياره. الخرف في الشارع بنات رجال لك شوف شوف التشيك انجن هذا والله كل شويه اقول له تشيك انجن تشيك انجن احنا قاعدين نفش كذاب عزمني ودافع ومظبط ولا هم ولا تشيك انجن يا ابو مو انا قلت عزمك على مود شنو على مود الله يكرمني بموضوع التشيك انجن بكت يطلع شيء خفيف. هذا الجهاز عندي طبعا احمد كريم اذا انت تتفرج انت احمد كريم صديقي هنا أنا. هذا الولد المصلح اللي تشوفوه هذا اسمه احمد كريم هذا جهازك هياته كريم بتبرى منك هيات جهازك هياته هذا مال تشيك انجن يمي اذا تشوف نقول يا الله بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشوف سوا تأكد راس الماكينة تمام؟ يا عمي اعوذ بالله من فالك انت راس الماكينة ايش طالبني ما تقول لي؟ خلاص قير ايفابوريت اها بها ليك مال هواء مش راس ماكينة؟ لا لا ليك بها مال هواء
يعني اكو صونده فالته او صونده مثلا شقت او الى اخره. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. لك عزيمه الثانيه هم ان شاء الله. كل يوم اطلع لك تشيكن دل. لك ماكو والله طبعا اكتئبت انا هسه، الله رجعت نفسيتي. كل اخرم لك الشكمان مره ثانيه. اعوذ بالله، اعوذ بالله. انت حاقد شكلك، انت حد دازك علي. تعزمني كل مره. مثل ما شفتوا الحمد لله تشيكن دل طلع شيء بسيط، مجرد تسريب بالهواء مال السياره، ممكن صونده فلتت. لاني بصراحه سيارة مشتغلها كبس كبس كبس، مدى أرحمها لأن الصوت مالتها كلش حلو، خصوصا من أفتح السقف صوت الصالونصة كله بإذني، فيعني مسوي لي فد متعة غير عادية. هذا طبعا كان كل شيء الفيديو اليوم. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسون اللايك، واللي ما مسوي سبسكرايب يسوي، وانتظروني بالفيديو الجاي.